حياكم الله. إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية كاظم الطوقي عن لوبي لدعم التعاقدات مع شركات أهلية في القطاع النفطي بعيدا عن شركة الناقلات الحكومية، مؤكدا استنزاف أموال وزارة النفط في العراق. وقال النائب الطوقي إن شركة الناقلات النفطية الحكومية خاسرة، مبينا أن شركة تسويق النفط العراقية سومو لا تملك سوى أربع ناقلات بحرية في الوقت الحالي، بعدما كانت تملك قبل عام 2003 14 ناقلة عقب بيع الكثير منها بعد الاحتلال الأمريكي كمواد تالفة. أقرت وزارة الداخلية الحالية بوجود عدد من وسائل الاحتيال وسرقة بيانات البطاقات الائتمانية في العراق. قالت مصادر في الوزارة إنه تم رصد أساليب وطرق سرقة لبيانات البطاقات الائتمانية تتمثل بالتصيد الاحتيالي الذي يعد من أكثر الطرق استخداما لسرقة البيانات المالية، ويدعي فيه مجرمو الأمن السبراني أنهم الكيان الرسمي للبنك الذي تتعامل معه. سجلت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو تراجعاً في أسعار الغذاء العالمية على أساس سنوي وشهري في شهر كانون الأول. ووفقاً لبيانات المنظمة، فقد سجل متوسط مؤشر الأسعار الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، سجل 118.5 نقطة في الشهر الماضي، وتعد تلك المستويات أقل بنحو 0.5 نقطة بالمئة على أساس شهري و10% على أساس سنوي. توقعت الأمم المتحدة أن يتباطأ التضخم في تركيا خلال العام الحالي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.7% و 3.1% في العام المقبل. وتوقع تقرير أممي أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.4% وبمعدل 2.7% في الاقتصاد التركي وسط استمرار المخاطر وحالة عدم اليقين العالمية. وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي في 2023 أثبت أنه أكثر مرونة مما كان يتوقع، رغم الصدمات الناتجة عن الصراعات وتغير المناخ والتشديد النقدي وحالة عدم اليقين. أفادت وكالة رويترز بأن تجارة النفط بين الصين وإيران توقفت مع قيام طهران بحجب الشحنات ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم. وبحسب الوكالة، فقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيرانية التي تشكل نحو 10% من واردات الصين من الخام إلى دعم الأسعار العالمية. وسجلت واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أعلى مستوى لها خلال 10 سنوات على الأقل، وفقا لتحليل من شركة البيانات كبلر في آب الماضية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي في أمان الله.